امين. الله يعز الاسلام. امين. الله ينصرك يا شيخ. امين. متابعينك من السعوديه. حي الله السعوديه. أيوة والله العظيم. بارك الله فيك. نفتخر فيك. الله يعزك. جزاك الله خير. واللي في خاطر الدلة. بارك الله. تشرفنا تعزنا. والله تشرفوني. بارك الله فيك. كمل لا توقف. ان شاء الله. انا جاي ازيكم ازوركم ان شاء الله. انا جاي الرياض ان شاء الله. ان شاء الله. عن قارب بارك الله فيكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. امين امين. جزاك الله خير. الله ينصرك حبيبي. والله العظيم احنا نتابع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله حبيبي. بارك الله فيك. الله يعزك. ما اقدر عليه. والله الله يعزك. الله يعزك. انا اقول لك هذا شوف شوف هذا شحات في بريطانيا غير منك ما اقدر اسلم له انت عراقي هو شحات من يتكلم هو شحات من يتكلم من شاحت شاحت طيبين والله يعزك الله العظيم سعوديين طيبين وقواتين ابوك مع بعض الله يعزك يرفع قدرك قواتين هذول الشركه هذول اللي خربوا علينا خلبونا خلونا متكاتفين صحيح احنا نحتاج منهم كحنا خلبونا متكاتفين صحيح صحيح امين بارك الله فيك شكرا شكرا استغفر الله أعوذ بالله سكران 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 ولا سكران صحيح شاربسكي نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية لا حول ولا قوة إلا بالله الله يهديك الله يهديك لا يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك مسلم مسلم الله يهديك الله يهديك الله الله أعلم هو ما يعرف الحين والله هو ما يعرف الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك أنا أبوي أبو مجاهد أنت في بريطانيا أنت في بريطانيا أنت في بريطانيا ما تدفع في بريطانيا عندك خاين في بريطانيا الله يهديك الله يهديك أنا أبوي مجاهد أبوي مجاهد جدي مجاهد الحمد لله أنت حركي حركي عند بريطانيا هذا في بريطانيا يقول أنا حركي هو بريطانيا الله يهديك الله يهديك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حبيبي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حبيبي ما خلنا نتكلم يا خلص فلابد أن أيها الأحبة في الله we have to worship الله سبحانه وتعالى we have to worship الله سبحانه وتعالى and we have to understand what is التوحيد who's the prophet الله تصور بحالك who's the prophet تصور بحالك بعمره Which the prophet and messengers came with the tawheed, came to call people to worship Allah alone. And you have to understand what is the ibadah. Al-ibadah, istighatha billah, al-isti'ana, al-isti'adha, al-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. You alone we worship, you alone we seek aid. And Nabi alayhi salatu wa salam came to people had a different belief. Some of them used to utilize angels as intermediaries between them and Allah. Angels. See Allah called the shirk. The malaika. Likewise, some of them they were utilizing or using prophets and messengers. Some of them were using what? The righteous people. Allah called all of it shirk billah. Or called all of it shirku billah. So what's happening now? We have to learn tawheed. To follow it and then what is a shirk to stay away from it. Barakallahu fikum. Because an Nabi alayhi salatu wasalam said, Ida inna fil jasadi mudgha. Ida salahat, salaha al jasadu kullu. Wa ida fasadat, fasad al jasadu kullu. Ala wa hiya al qalb. حبيبي حبيبي لا حبيبي حبيبي والله يا اخي نحن اسمع والله اترككم لا لا استغفر الله يا ربي يا اخي استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ربي
ما نحشم يا اخويا. شوف وجهه، شوف وجهه. لا 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 اخي اخي حبيبي ما تسب امه، هذه لا يجوز. اخي بارك الله فيك، انا عارفك هذا هبلك، انا هبني شخصيا، لكن احنا نتقل، احنا مسلمين يحكمنا القران. استغفر استغفر، ما تطعن في امه. التطبيع حلال ولا حرام؟ طيب شوف انا سوف خليني اجاوبه، خليني اجاوبه، خليني اجاوبه. لا جاوبه، لا لا حرام. خليني اجاوبه. هي اسمع اسمع، هي سؤال 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 جواب 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 سؤال 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 سؤال. قال ما رايك في التطبيع؟ هذا المصطلح جديد، ونحن عندما يكون عندنا مصطلح جديد نستعمل القرآن والسنة كالمعيار لكي نقبل إذا كان حق ونرفض كباطل. الآن إذا تعني إذا كان التطبيع معناه مخالفة القرآن والسنة فهو باطل حتى ولو فعله أبو سعيد رحمه الله. طيب إذا كان التطبيع معناها الميثاق والعهود الذي هي في القرآن والسنة والتي هي ترجع إلى العلماء والأمراء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فهذا يرجع إلى أهل العلم والأمراء بارك الله فيكم اختصاصهم. فأنا جاوبتك بالقرآن والسنة. الله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ ليس إلى شمسي، ليس إلى الشعب، ليس هذا قرآن، قرآن. لا أنا لا لا أنا قرآن، أنا مسلم، لا مسلم، لا أنا قرآن، أنا قرآن، قرآن. أنا أشعر كل معنى، أشعر كل معنى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وأولي الأمر منهم. فالآن هذا الشيء تطبيع، هل هذا بين إنسان أو بين دول؟ بين دول. فإذا كان يخالف القرآن والسنة، بارك الله فيك، إذا كان يخالف القرآن والسنة لا أقبل بأبد الآبدين إن شاء الله تعالى. وإذا كان معناه أي الميثاق والعهود التي ذكر الله في القرآن وفي السنة وقع بين صلاح الدين الأيوبي وبين يوسف بن تشافين مع النصارى والأشياء، فهذه في القرآن والسنة. هل تريد أن أخالف القرآن والسنة؟ فهذا جواب واضح صريح بين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحان الله، بارك الله فيك، حياك الله، بارك الله، جزاك الله خير. لا خلاص والله هذا تجعل وقت الحج، والله يدي عليك. يا 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 عليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك، حياك الله، حييك. اخي مساك الله خير، كيف الحال؟ طيب بارك الله فيك، السلام عليكم، بارك الله فيك، كيف طيب؟ بارك الله فيك، ان شاء الله ابشر باذن الله. السلام عليكم، بارك الله فيك، كيف الحال؟ سوري كل مره احيي اهل سوريا، بارك الله فيك، الله يعزك حبيبي، شكرا حبيبي، حياك الله، بارك الله فيك، امين امين، بارك الله فيك. سلامكم اخي ويسين برو، يس ويسين اخي، هاي دوين يو جود، ما شاء الله. سلامك اخي، انا لست في اسد السنه يا اخي. Are you holding any talks at Darussun? Yeah, today. Today? Yeah, after Maghrib. My first time I come. So yeah. You know when you saw the press, I think you missed out. No, no, no. No, 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 Allah. This one, إلى الرسول أول أمر منهم. There's no Allah. Oh, this is the same. Yeah, yeah, it's not a verse. Yeah, yeah, بارك الله فيك. You came to Bradford a few months ago, didn't you? Akhi, when Bradford. Are you going to come again? You from Bradford as well? No, Halifax is next day. Akhi, Bradford, they welcomed me, Akhi. Yeah, Bradford. It's nice, I like it there. Bradford's like Pakistan. Bro. Yeah, yeah, Akhi. What do they call it? Bradford, Bradford, yeah. Salaam alaikum. Oh, yeah, good, yeah. Alhamdulillah, barakallah. Jazakallah khair.